صبحكم الله بالخير والنور والسعادة، أسعد الله صباحكم الغالين الطيبين الزينين. بدايتنا اليوم شو من الأيام اليوم؟ الأربعاء. أولا أذكر الله سبحانه وتعالى، أذكر الله جل جلاله وصلوا على الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام وزير من ذكره والصلاة على رسول الله. أعزائي الغالين الحبايب المتابعين، البارح في الليل أنا عرضت منتج وما شاء الله يوم نشيط الصبح الحين الطالع وين هي ميع شو منطر التليفون يسألون، قال والله أنت ما حطيت لنا كامل البضاعة كثيرة بس ما من هذا وين ما وين حلا، بالعكس أنا حطيت على رقمهم وحطيت عنوانهم، لكن الحين برد لكم بحطي بعد الأنواع. صح أني أنا قصرت الأنواع كثيرة وأنا مستعجل ما انتبهت، أكان الحين الصبح يوم تريقت منه يشهد الله يعني من أطيب ما تريقت طعم. أبو عمر الغالي يبنى يبنى هذا إيه يبنى، طلع برا طلع 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 طلع، لا لا الكرتون لا إيه طلع برا طلع إيه إيه صفة صفة عشان يشوفون الجماعة يصفوا رده شفتوا السعادة صدقنا السعادة. طول الله عمرك يا عيسى بن عبد الجليل فيهم على هاي السعادة اللي من صباح الله خير نحن تريقناها شو شيء عدل من الآخر. يلا أبو صفة صفة إيه أنواع وأشكال حنشوف هذا سعاد شفته يعني ما شاء الله والصلاة على هذا كل موجود أهو تعيب لي بقى 60 هاي تين فيه شو هاي بطلوا بطلوا الله أشوف حتى التين زي زيت زي شو مكتوب عليه تين زيتون شفتوا شوفوا ايه بطل غرش الثاني يا سمير يبي يا سمير هذا شو طلع طلع الغرش هذا شو هي خلي 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 ابو ايه شوفوا مخلل بالخيار مخلل بالخيار مخلل بالزعتر يا يبي 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 ما شاء الله يبي نعم ايه يبي خلي هذا عرض الغراش اللي فيه هذا شو مربع ها لا شو تعطني هذا الاسم مربع ايش قلبه بعد لا مربى التين حبه كامله ايه مربى التين ها. الزيتون هذا زيتون المشوي هذا مربى بعد ما شاء الله ايه يعني ما شاء الله الله يزيد خيركم يا عيسى عبد الجليل الفيم يعني هذا التوت يعيبني هذا الكرز يعيبني ما شاء الله شو انواع وتسالون وين عطني بعد ما شاء الله ما شو بعد مربى التوت يعيبني بعدين اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد منتجات غاوي 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 من الاخر سمير وزعتني سرعت بهلاك هذا مربى التين مربى الورد الله حطوني منها تريقت انا اليوم لكني ما اعرف شو تريق تي محشي بالفلفل يا ربي حط على شو ايبه ايبه حطه حطني 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 عدل 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 زيت الزيتون يا رمهم هذا ما شاء الله منتجاته من أروع وصراحة ما عليه كلام حتى الزيتون الأسود والزيتون الأخضر زعتر ملوكي نعم إنها زعتر ملوكي يعني صراحة ما أدري شو اللهم صل على محمد وعلى محمد طلع هذا شو بعد طلع أنواع وأشكال أنواع وأشكال لكن زيتون محشي بالجزر إيه هو قصد القصد ما بقول له هذا القصد الطعم
والطعم هاي الشركة بالصراحة. عطني كرتونها ارفعها بحطي لهم خلي يشوفونه مرة ثانية عشان خاطر المتابعين مالي. المتابعين اصروا انهم يبون من هذا من الأريا. اصروا انهم خلاص. شكرا الف شكرا الى من ارسل انه الاكل الغاوي اللي هو من اجود واروع الانواع. يردوا في محله جزاه الله خير طول الله عمره وفي ميزان حسناته ان شاء الله. سعادة عيسى عبد الجليل الفهيم من ابو ظبي. ردوا كل مكان. ايه انت رده وده فوق. هيه ان شاء الله. يلا ردوا مكان. ردوا مكان هش. يك شيء غاوي وهو ان انت ما تصير الا بس ما تشوف. لا انا ها تريقت من هكذا ريوق الغاوي. لاك شيء ما شاء الله من الاخر. اتفضل ابوي بتريق عمي. هيا رب الغالي. طبعا عمد موصلني الريال. هري طبعا عندي جايبي اللي ما شاء الله مولود بالبركة عليه. قال اشرف. نعم الصبح فير شرفنا عليه. الحين بعد طالع ما شاء الله لوين وصلوا. ها وين 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 ياس ياس كبير وين. صحيح في ناس ما شاء الله عليهم اذا ياهم المولود مرحوبة. سوينا اليوم ما شاء الله. اي شو يا الياس هذا ما شاء الله. جذر اللحم شوفوا اللحم هذا عمي طاف له ناس فاضية. شوف اللحم عطى حقه. شوف الزعفران. هي لا الياس تعال. سلام عليكم. انت لازم واحد شهر داخل هذا مطبخ جديد لانك انت طباخ كبير. انت ساحر في الطباخ. افتح العيش. ايه المطبخ الجديد ما نقي قدام ما بوديهم. ايه طبابيخ القدام بوديهم هناك. هلا الياس كم سنة شغل عند بابا حرية؟ ها 22. ايه اباك شوف الحشو الياس. ايه شوف العدل. المستعان. ايه نعم كل هذا هو. يلا غطي 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 غطي. شوف اسمع كلامي. تعال 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 تعال. وين ساير ابوي؟ كل يشيل نفر قديم طباخ كبير وين يودي؟ بس كلام ما في زياده. وين مطبخ جديد. هي هذا ومال وجديد خلي وين وزع مني بس قديم لازم في مطبخ جديد لان هذا مكان كبير نفرات زين منطقة رقم واحد يبغي أكل رقم واحد. إيه نشل الأجدام الأوليين قنبوع. شو نسوي نحن الحين بنختار ما شاء الله عندنا فضل الله مطابخ. اللهم صل على النبي محمد وعلى آل محمد. وبنختار الطبابيخ هم الأوليين اللي علموا. هي بعد طباخ اللي كمل عنده اللي كمل 20 سنة وبيكمل 22 سنة وبيكمل 25 سنة وبيكمل 7 بعد هذه ما الطبابيخ هذه يعني بعد مهما كان. فناخذ الطبابيخ الاوليين اللي هم متمكنين ونوديهم المطبخ الجديد ونزودهم بطبابيخ بعد ابو 3-4-5 سنين هذه اللي هم بعد لهم خبره عشان يكون يعني في نسبه وتناسب بين الطرفين. هي هو هذا عندنا عملية نحن التفريخ. يعني بطباخ العود ما نجيب طباخ منه والطريج لا نخليه هو ود خالته ود عمته من أهله حسيبه نسيبه ابنه ما عليه تكلف لكن يوم بتيبه
قام بالواجب هذا، يخاف يفنشونه، يخاف ما يسوون له ويزه، يخاف يكنسلون له، يقوم بالواجب. هذا الصح. اما تب واحد هو الفورمان ما له علاقه وياه، لما الفورمان ما له علاقه وياه ما يعرف. كل واحد عنده خطه في عمله. اهلا ابوي، حياك الله، يا مرحبا بك. وان شاء الله منطلق الحين الى موقع جديد. خلاص وحان وقت الجد. البارحه حرر التوات وحماس، اشيك عليهم بطالعهم. دي الاهميه، وان فنشوه ولا طردوه ولا خلوه ما له شغل، ما هو جايب لنا. لكن ما في واحد اللي هو جايب لنا لا يرتبط. فمسعود ها تاوه جديد تيار، يلا ابوي هاي التاوه، يلا الحين نظف، يلا مره، يلا ابوي وهاي بعد، يلا هي نعم، يلا الخبز 4-5 الخبزات لك حق، نعم نعم استعدادا، ها نعم يلا ابوي وين قواكم الله. ايه هذا الحين يرب عاد اليوم ما نخليه ما يحتاج. يلا بسم الله الرحمن الرحيم، توكلنا على الله، ان الله يحب المتوكلين، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ادهنوهن مره، يلا خلي عقل 4-5 خبزات برا وعقب، يلا بسم الله الرحمن الرحيم. ايه يا ابوي ها ايه نعم مشي 3-4 خبز ايه نعم ايه. عطى التاو الثاني، يلا شوي شوي نعم، يلا مسعود كبر خمسة، كبر خمسة، خلا لا سو كبير ايه مرة ايه ايه عدل ما شاء الله شقاه نعم. خبز خبز اللهم صل على محمد، هاي اول خبز الصلاة على الرسول محمد عليه الصلاة والسلام. انقزت شله خلاص نعم. خلاص نعم. اللهم صل على محمد، اللهم صل على النبي محمد. يلا بعد حضر اللي بعد ايه مسعود شو تا ايه تا واليوم تاخذ راحتها تعطيك راحتها ايه. الصلاة على النبي محمد، اللهم صل عليك يا محمد. الحمد لله رب العالمين. عطى هو مرة ايه نعم كبر ايه نعم ايه تاوى ترتاح خلاص ايه. هاي سلم سلم هاي خبزة ها سوى كبير ايه نعم ايه هاي خبزة صح ما تصح. يلا حط مسعود جاي ما شاء الله مصلي على محمد، تاخذ التاوى ما شاء الله والصلاة على رسول الله اللهم صل على محمد. صبر خل تحمر خل مع مع ابو طارق عمان بديت عمان واهل عمان الله هذا الجبن مرة يا والله صل على محمد، الصلاة على النبي مرة، اللهم صل عليك يا محمد وعلى آه. هاي التاوة الجديد مسعود ها آه. شوف تاوتك كبر خمسة آه. مسعود التاوة جديدة، لا لا هذا المون نقول هذا المون التاوة جديدة لازم أبو نعم. التاوة جديدة أبو وولا ما شاء الله صبر صبر يا حمار رجع مرة 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 بطيء ما شاء الله
ليش احنا نقول لكم ان التاوة جديدة مشكورين زين خلي بعد سو ها زيادة ها خلص هذا كله عشان تمشي التاوة هاي التاوة لو تكون هاي خلت احمر مرة هاي لازم تنقز الخبزة شوف اطراف الخبزة شو اطراف الخبزة اذا الخبزة لصقت شو ما شاء الله صبر صبر شوي صبر صبر شوف اطراف الخبزة اطراف الخبزة يلا شوف اطراف الخبزة روح يلا اضرب ما الله صل على محمد دقاق ايش قال عطوا الخباز خبز ما كل من وحط الجدير قال 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 لا ما يوز لازم كمبيوتر فكر عندك وعقل عندك وعارف الشغله هي احنا ما شاء الله البارحه نحن في البيت عدلناهن واعطيناهن طحينهن واعطيناهن دهنهن وبيتناهن ليله ارتاحت الحروريه الاول الحموه اللي فيها خلاص خلصت بدات في الحموه الجديده عطتك خبز هذا هو كل واحد شغله يا جماعه هي يعني انا مستغرب من الناس يدخلوا يسمعون الكلام بس سووا حريه ودب دبوا ما يستوي ما يجوز لان صاحب العمل صاحب الكار صاحب الخدمه اللي مخلف عليه اللي راكض اللي ساير اللي معايش الزمن والسنين يعرف شغله اما بسم الله الرحمن الرحيم الغالين حبايبي المتابعين العزيزين الغاليين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد اللهم صلوا على النبي محمد اذكروا الله جل جلاله ابو طالعوا ها مر صندوق مر سحاره هاي تشول ابداع اخوكم حريه الله شوي 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 ابوي النار ما تلعب النار عدوه النار عدوه شوفوا 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 شوي هي هي اصغروا شوي شوي بدأت لنا بدينا عادة نشغل الحين نشيك على الجوال ايه عطى عطى ليس عطى ليس شوي شوفوا تشول شوي 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 شوفوا أصغروا الحين حط تشول حط ايه ما شاء الله هذا المطبخ الجديد بدينا عادة احنا يلا حط تشول ما شاء الله حط ايه حط التاو 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 عشان تولع النار زيادة إيه. إيه إن شاء الله يلا يعني بدينا الحمد لله رب العالمين القسم هذا وصل الغاز القسم قسم الخفايف الغاز الحمد لله وصل باجي المطبخ لكن أول كثر الناس اللي يجون ويسألون قلنا لا بنشغل القسم الأولي وعقب القسم الأولي هذا 10 أيام برد بنشغلها أصغر القسم الثاني حتى الناس مستعيلين والناس يسألون يبون قيمات يبون شاي كرك خبز درقاق بالمهياوة وبيزة حرية فقلنا ما عليه شغل القسم هذا والقسم الثاني الله هذا نحن نعطي العم عشرة شو شلتاو بوي شلتاو حبيبي إيه إيه إيه. هذا نحن الحين بدينا يعني معناها الغاز اوكي الغاز وصل هذا قسم الخفايف الحمد لله رب العالمين هذا قسم الخفايف وصل الغاز ان شاء الله بعد وموافيكم بالاخبار عاد اول الله شوف الدلع شوف شوف الابتكار شوف الابداع فعلكم طيب ان شاء الله عطونا بس شويه يومين ثلاث وخلاص نتكلم عن هذا المطعم شوفوا نتكلم عن هذا بس ايه نتكلم عن هذا هذا الجزء اللي هو كرك حريه وال خبز المهياوة والخمير هذا الجزء نتكلم عنه إن شاء الله خلاص بدأ هذا الجزء لأنه مطبخ ومطعم نتكلم عن هذا الجزء إن شاء الله خلاص عاد الحين نحن ها أصغر
أول الجزء هذا بفتحها ها؟ مرة الضناء والعرق الجزء هذا إن شاء الله بيتعدى شيء من الآخر نسوي لكم المكتب طبعا ها أصلا أول الجزء يعني على جزئين عندكم الخفايف والثقايل يعني العيوش واللحوم والشحوم عقب بعشر أيام إيه شوف مثل ما اتفقنا وياهم ترى كل شيء يقول لازم تشاور العمال وما بتاخذ شور أو قرار ارتجالي وإنك أنت وخلاص شو لا سأل الطبابيخ لأنهم بعد لهم باع ولهم خبرة فإن شاء الله بنفتح هذا قبل بعشر أيام على ما نفتح هذا وبيكون افتتاح هذا السنة غير كان افتتاح أول تجمع وتجمهر السنة لا تماشيا مع قرار الدولة والاحترازية لا بنكون افتتاحنا بشكل ثاني غير تجمع وغير مثل ما كنا طبور وزمور وفرع لا السنة بناء على التوجيهات نمشي على التوجيهات وحفاظا على الناس لا بيكون الافتتاح بنوع آخر إن شاء الله تعالى يعني مثل ما يقول سار الكثير وباجي القليل ونحن في منطقة ما في محل ما يوم هذا أهل المنطقة عارفين كل يوم يدخلون علي يقول يتريون لكن اللي بيون هذا عشو جايب كمبيوتر حتى كمبيوتر كمبيوتر ها كل كمبيوتر وكل شو اسمه بعد ثاني منيو بعد في اون سيستم ايباد ايباد مره 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 تعال اشوفه حطه في داخل شيء ما حطوه لا لسه ما عشان الكهرباء سهل ابوي الحين هذا شو بيسوون به شو بيطلع في الشاشه موجود اكلات ملح كل الاكلات في الشاشه انا اصلا اصور مش حتى اصور مباراه يعني هذا اهل ابوي حياك الله الله يبارك في حياتك الحين هذا بيصورون بالشاشه شوف حالك عندنا في امورك الو سهل سهل كذا سهل ايه الوقايه الوقاية خير من ألف علاج ما بتحبها بعد زين شوفوا بعد الآيباد آيباد لسه كيف